هو طول مية على الأرض، مصاري ابن الضحية، ابن الكبير هو. يعني طارق ابن الضحية يعني أول زيارة لي والد هنا لتحقيق أوراق المنصة العمورية وتحديدا 5 5 يناير اللي هي الوقت بالحكم. النهارده جيت بعد ما صدر القرار. لحظة لحظة لحظة، أول يوم النهارده ايه رفضها فاطمه؟ تحضر، عايز تحضر لحظه الاعلان؟ طبعا 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 طارق ابن الضحية يعني محمود الأسرة، حين يعني تقديم إحدى أفراد الأسرة.